احمد حجازي، احمد فتحي، حسام عاشور، سعد سمير، كمان احمد حمودي مكتوب لي فوق وتحت، وعماد متعب، وحسين السيد، وصالح جمعه، ومسعد عوض. طيب طول الوقت بنتكلم والجماهير بتتساءل مين بره ليه ومين جوه ليه، طب التشكيله مين اللي هيلعب، طب ده ابتدى ليه وده ما ابتداش ليه. انا بشوف النادي الاهلي مقيد فيه لما يبقى 25 لعيب ولا 30 لعيب، لما حتى لو غاب 6 7 ومؤثرين بيلعبوا في التشكيل الاساسي، فالطبيعي اللعيبه اللي موجوده، ما هي لعيبه داخل النادي الاهلي والمفروض يبقى فيها ثقه بشكل كبير جدا، المفروض ما نحسش بغياب، والمفروض اللي انت تبقى بتتمرن كويس عشان لما تيجي لك الفرصه تمسك فيها بايديك واسنانك، لان في لعيبه من قبل ما تبتدي وراها ظهير جماهيري. على سبيل المثال مثلا صالح جمعه، من اول يوم من قبل ما يلعب الجماهير حباه وحب الستايل بتاعه وحب اللي يبقى موجود، لكن علينا اللي احنا نحترم قرارات الكابتن حسام البدري، وكمان في نفس الوقت اللعيب لما تجيله الفرصه يمسك فيها بايديه واسنانه، وما فيش حاجه اسمها كان اساسي وقعد، ما فيش كده في النادي الاهلي، ما اتعلمناش كده بصراحه. اللعيب الكبير ليه احترامه جوه الملعب، اللعيب الكبير ليه احترامه في التدريبات، اللعيب الكبير لازم تسمع كلامه عشان عنده خبرات كبيره جدا، لكن في نفس الوقت انت لما تجيلك فرصه ما بتتحسبش كده، بتتحسب اللي انا لازم ابقى افضل من اللي كان بيلعب مكاني عشان ما اسيبش المكان، عشان الكابتن حسام يطبق العداله معاك. لما تاخد فرصه وتمسك فيها مش هيقدر يخرجك، هيقول لك انت مسكت في الفرصه انا هكمل معاك وهديك فرصتك كامله. فعشان كده مش عايز نغمه البعض تبقى بتتكلم على فكره لا مجموعه من الاساسي غايبه فهل اداء الاهلي هيتاثر. انت المفروض كلاعب ومتحمل فانيله النادي الاهلي وضغط تيشيرت النادي الاهلي لازم تبقى فاهم تتحط في اي وقت ابقى قدها وقدود وابقى قد المسؤوليه، وهي ده طبيعي. ناس كتير بتتكلم في طبيعه كده في بعض الامور البعض ما يعرفهاش، اللي هي ايه؟ اوريدي في لعيبه ليها تاريخ وليها رصيد عند الجماهير، فاللعيبه اللي ليها تاريخ وليها رصيد عند الجماهير انت مش هتعرف تقعدها بسهوله ومش هتعرف تدخل التشكيل بسهوله. فده اللي انا بتكلم فيه طول الوقت وبقوله وبحاول يبقى فيه وعي لكل الجماهير وكمان اللعيبه. ناس كتير بتطالب مش عارف، خلاص قلنا كله بالي كابتن حسام اداله في التوقيت المناسب، الراجل ظهر بشكل كويس، الجماهير من الاول متعاطفه معاه بشكل كبير، شفنا ردود الفعل في اول مباراه ليه وجاب هدفين، وقبلها في المباراه الوديه كنا بنقول شكله الراجل ماشي كويس بس في توقيت ياخد فيه. عشان كده انا ضد مبدا حتى لو لعيبه مهمه خرجت بره ال 18 انا كمان اسمي فين، انا بلعب في النادي الاهلي، ما هقبل ان انا ابقى انزل ويتقال الاداء بيتاثر ولا بقدها وقدود وامسك في الفرصه بايدي واسناني، لان انا من ضمن اللعيبه المقيده داخل النادي الاهلي، فلازم لما اخد الفرصه اكون بقاتل، لكن مش اللي انا استسلم لما في لعيب اساسي، لان مش منطق. كمان الكابتن حسام لما بقى لعيب كويس وخرج لظروف ما شفنا حسام غالي راجل كابتن الفرقه لعب كل الماتشات معاه، راح اصابه رجع ما لعبش بسهوله، كان بيلعب عمرو السوليه وحسام عاشور، وعمرو السوليه اجتهد الراجل لغايه لما اتصاب والدنيا راح جاي رجع حسام غالي تاني يلعب. هي الكوره كده والمفاهيم في الكوره كده والعرف في الكوره كده. فانا بصراحه حاجه بتضايقني للعيب ما يبقاش مستسلم لما تجيلك فرصه قاتل، هتلاقي ردود الفعل حتى الاراء الفنيه هتيجي تقول لك الراجل ده كان بيتمرن كويس، الراجل ده كان جاهز، الراجل ده كان مستني الفرصه، على عكس ما يجي يقول لك ايه ده، ما ده الكابتن حسام كان عنده حق. فالكوره في ملعبك، اللعيب دايما الكوره بتبقى في ملعبه. مباراه مهمه جدا مع فريق محترم معاه مدرب محترم، لكن امامنا فرصه ذهبيه نحسم الدوري من بدري، وفي ثقه في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. كمان محتاجين، النادي الاهلي ما بيطالبش طول الوقت اللي هو يكسب بس، يكسب واداء كويس وارقام قياسيه تتحقق، عشان دايما جماهيرك طول الوقت متحفزه للفوز. اللي شفته مباراه الانتاج الحربي الناس قد ايه حاله غضب عشان النادي الاهلي تعادل وهو في منافسه لوحده مع المقصه، فريق محترم هو اللي بيقرب، لان الزمالك بتعادل مع الاسماعيلي بعد بشكل كبير جدا جدا. وانا بقول في فرق ما بين نادي فيه جماهير بتحفزه وبيحطك تحت ضغط طول الوقت، على عكس
زي ما بنشوف او مقص فريق مهم فريق محترم معاه مدرب محترم بيقدم كوره ولا اروع، لكن لما بيبقى في نادي جماهيري والمنافس التقليدي بتاعك مش موجود اعتقد الامور كمان بتبقى سهله. انا هنا مش بقول لان مش طبيعي يجي يقول لك بص يا جماعه بيتعامل مع الامور بسلبيه، بص ما ينفعش يقول كده، لا دي الحقيقه، ده اللي مش طبيعي ان النادي الاهلي يحصل حاجه، ده اللي مش طبيعي وده اللي بعيد عن المنطق. فاتمنى ان شاء الله بكره تبقى مباراه ننسى بقى مباراه الانتاج بحلوها بمرها باللي حصل فيها، ونستعد بشكل قوي جدا جدا لمباراه طلاع الجيش، وعندنا ثقه دايما او طول الوقت في الجهاز الفني الموجود واللاعبين الرجال. زي كل حلقه بيبقى في مواضيع مهمه بنناقشها في البدايه، واحنا لما بنناقش موضوع بنحاول على قد ما نقدر يبقى الشكل مختلف، ونصارح سواء جماهير النادي الاهلي لو هو موضوع يخص جماهير الاهلي، وموضوع لو هو يخص اعضاء الجمعيه العموميه برضه نصارحهم، لكن كبرنامج مش طرف، دوره يرصد ويشوف مبادئ النادي الاهلي فين وقيمه فين واللي اتعلمناه ونعمله ونقوله وما نخافش، حتى لو تعرضنا ورا ظهير ورا ناس معينه ظهير اعلامي كبير لا ما نخافش. طيب هتقولوا لي عايز تقول ايه؟ عايز اقول من اول ما اتقال في قانون رياضه بقى في تحركات على انتخابات، ومش انا اللي بقول، اتفرجت على كذا برنامج خلال الاسابيع اللي فاتت، الانتخابات اشتغلت، مش عارف مين بيجهز مين بيعمل مين هيبقى معاه مين مين مش هيبقى معاه مين، الكل بيجهز براحته، واللي يكسب هنقول له الف مبروك ما دام بتشتغلوا انتخابات اشتغلوا انتخابات. لكن انا هتكلم على حاجات حصلت. على فكره قلت لكم لما بتكلم في موضوع معايا الداتا والادوات بتاعته، بمعنى المره دي برضو جهاز انذار صغير، لان الطبيعي اللي احنا اكيد بنحترم كل الاهلاويه واكيد بنحترم اعضاء الجمعيه العموميه ونحترم كل رموز النادي الاهلي ونحترم كمان جماهير النادي الاهلي اللي هي ممكن ما تبقاش اعضاء ولكن في نفس الوقت عاشقه لناديها وبتحب ناديها وبتصحح الوضع لناديها. شغل الانتخابات يبتدي ملناش فيه، لكن من قيم ومبادئ النادي الاهلي ما تقحمش اللعيبه في اي موضوع، اتعلمنا كده، كان بيتعامل معانا اجتماعات كده، وانا طول الوقت بحب اللي احنا اتعلمناه يمشي على الجميع ايا كان اسمه مين. انا فكره الفرعون والنجم وسوبر ستار انا بعشق كل الناس ولينا رموز ونجوم ودايما بحافظ على الكلام ده، لكن اللي انا اتعلمته كان بيتعامل معانا اجتماعات كلنا كده، في انتخابات ابعد ركز عشان الجماهير، ما تقحمش نفسك في الكلام ده، واللي هيقحم نفسه يلم شنطته كده بالراحه وهيتعاقب عقاب شديد، كان بيتقال لنا كده على مدار 12 سنه. فنتفاجئ الناس شغاله، في ناس شغاله انتخابات وعماله تقحم اللعيبه في الموضوع، وانا رسالتي لمجلس اداره النادي الاهلي وللكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن حسام البدري، عندنا معلومات اللي فيه بعض اللاعبين البعض بيحاول يقحمهم في الانتخابات، وابتدي يبقى فيه اكله يبقى فيه عزومه يبقى فيه تحرك يبقى فيه كلمه يبقى فيه، انا افهم حتى لو حاجه هيبقى فيها كلام ما روحهاش، لان الاهلي علمنا كده ومبادئه وقيمه علمتنا كده. كل الالعاب تبعد، كل المدربين تبعد، كل الاجهزه تبعد، اللي يلعب انتخابات يلعب ملناش دعوه، ولا هنرجع بقى نمشي القيم على الكيف والمبادئ على الكيف؟ انا بقول الحقيقه وطول الوقت قلت لكم الحمد لله، سواء جوه نادينا او بره نادينا هنقول، سواء في مجلس اداره النادي الاهلي الحالي بيعمل شغل كويس بنشيل، لما كان في اخطاء في قطاع الناشئين والبعض حاول يتصيد الاخطاء واجري على المجلس الحق شادي بيهاجم الحق، ده الملاعب ده فيه لعيبه جات لها صليبي، بكل احترام مش هخبي على الجماهير حاجه، انتهى العصر ده، عصر السكوت وعصر اللي انت تشوف حاجه وما تقولش اللي هي غلط وتصحح لناديك، مش هنعمل كده، الغلط غلط والصح صح، انا بوعدكم طول الوقت بالكلام ده. فاللي اتعلمناه من قيم النادي الاهلي ومبادئه اللي ما تقحمش اللعيبه في انتخابات، تروح بقى تعزم لي لعيبه ومعانا صور، تروح تكلم لي لعيبه طب هنشوف، طب انت بجس النبض، طب انت ايه رايك، طب الوضع عندك جوه في ايه، طب الكلام اللي بيحصل ده ضد مبادئ النادي الاهلي وقيمه اللي احنا اتعلمناها. اللي ينجح ينجح
اللي يكسب يكسب، لكن ما تخترقش مبادئ النادي الاهلي اللي احنا اتعلمناها. ولا هي هنا بتبقى كويسه وهنا تبقى وحشه؟ ولا هنا بتبقى زي العسل وهنا سكر، وهنا لا عيب يا بابا ما تتكلمش؟ مش هعمل كده الصراحه، مش هعمل كده. الغلط غلط. بالمناسبه الناس، هقول لكم على حاجه عشان نكلمكم بمنتهى الصراحه ونحكي لكم حاجات في الكواليس. لما عرضنا حلقه قطاع الناشئين اللي كان فيه لعيبه جالها صليبي وارضيه الملعب كانت سيئه جدا جدا، وفي سبعه جالهم صليبي، الطبيعي ما كنا نشتغل. لا اوعى ما تجيبش انت كده بتهاجم الناس. جالي مكالمه من المهندس محمود طاهر بعد الحلقه، لان في ناس كتير كلمته الحق مش عارف ايه ده، شادي بيهاجم النادي، شادي مش عارف ايه. انا بقول الحقيقه على الهوا. المهندس محمود طاهر جالي مكالمه، كمل في شغلك، انا عندي المعلومه دي وهيحصل تطوير في الاكاديميات، وبكره في قرار اللي مسؤول عن الصيانه اللي موجوده في النادي هيمشي، او مشي بالفعل، اخذنا قرار وهتيجي شركه ثانيه عشان دي ولادنا، ما ينفعش اللي احنا نسيبهم كده. كنت سعيد من جوايا للناس اللي هي بتفكر، اصل انتوا عارفين في ناس بتحب تاخد فرصه في الزمن اللي احنا فيه تتصيد الاخطاء، فبتفكر اللي هي صح طول الوقت عشان مصلحتها تمشي. لكن احنا مش هنعمل كده، وهنفضل طول الوقت بالقيم والثوابت اللي اتعلمناها. عشان كده قلت لكم في موضوع كابتن حسام وسيد عبد وانا اسف وسيد معوض وحسام عاشور، لو والكلام اللي انا قلته اول جمله قلتها صدقوني تعرضت للمواقف دي وانا بعمل البرنامج من سنتين، وكان العقاب من كابتن سيد عبد الحفيظ. اخذ القرار مع وليد سليمان اتذكر، او حد تاني من اللعيبه، او حد كان تاني كان مدير كوره اعتقد الكابتن علي عبد الصادق، مش متذكر يعني. وقلت النادي الاهلي قيم ومبادئ، هتلاقوا وليد اتعاقب قبل اي حد، اخذ خصم 50,000 جنيه. فقلنا لكم هنا قيم النادي الاهلي ومبادئه هيخصموا قبل ما اتحاد الكوره اساسا ياخد قرار. هي دي القيم والمبادئ، مش القيم والمبادئ اللي انا بقى متعصب تيجي تقول لي فين القيم وتبتدي تتصيد الاخطاء واللي مستخبي يطلع، وهنرجع تاني للحملات اللي بتتعمل والاونطاجيه والكذابين والمنافقين واللي شويه ده كويس وده زي الفل وماشي بهدوء، مصلحتي ما تمشيش. ايه ده يا جماعه؟ ده الاهلي مخترق اعلاميا، الاهلي متزاملك، الاهلي القرار ده اتاخد ليه؟ اجتماع اللي بيحصل ما في النادي ده على صفحات الجرايد، ده المجلس على التليفونات بنشوف الاجتماعات، فاكرين ولا نسيتوا؟ وكنا بندر نادينا من غير ما ناخد بالنا، لكن كان بيحصل، البعض كان بيعمل كده، لكن كان احتراما لاعضاء الجمعيه العموميه كنا بنسكت شويه، لكن البعض كان بيعمل كده، وما كانش فاهم قيمه الكرسي اللي كان قاعد عليه. الكرسي ده قعد عليه عظماء، قعد عليه رموز، فهتيجوا النهارده تقحموا اللعيبه والاجهزه الفنيه واجتماعات حافظوا على استقرار الاهلي؟ ده اللي انا فهمه الكلام ده، لان الانتخابات دي بيبقى فيها قصص وروايات وحكايات، وده تبع فلان وده تبع علان، لا ده محسوب على فلان، لا ما تسلمش عليه، لما تشوفه ممكن تبقى واحد قيمه ورمز تبقى شايفه بيتصنف، وتلاقيه ممكن يدخل النادي ما يتسلمش عليه. بكلمكم بصراحه، لان هي الانتخابات كده، فلما بتبعد اللعيبه عن الكلام ده بتساعد على استقرار النادي، ده الهدف، وده اللي احنا كان بيتقال لنا ايام المايسترو صالح سليم كان بيجتمع بينا ويقول لنا كده. واتشرف اول سنه او حضرت المايسترو سنتين او ثلاث سنين في النادي الاهلي، وبعدها الكابتن حسن حمدي كان مع كل انتخابات لجنه الكوره، وكابتن حسن حمدي كان بيجوا يقعدوا معانا يقولوا لنا كده. فهي دي القيم والمبادئ اللي انا اعرفها. لكن نيجي النهارده نروح بقى عشوه غدوه واللعيبه وجس النبض، انت ايه هتعمل ايه؟ انت مع مين؟ ومش لا يا حبيبي مش هنقبل ايا كان اسمك مين، لان الاهلي فوق الجميع، والاهلي عشان شرحنا الموضوع ده كتير، الاهلي فوق جميع ابنائه، فالاهلي فوق الجميع، مش هنساند حد، هنساند الحق وهنساند المبادئ وهنساند القيم وهنساند الاخلاقيات وهنساند اللي احنا اتعلمناه. لكن الواحد بيتضايق منه اما الحاجه عشان عاوزها لنفسي تبقى حلوه وتعالى ونروح ونشوف ونتكلم وهنعمل ايه،
طب ما تشوف لي لعيب زميلك، طب هنيجي، طب هتعملوا ايه، طب حط لي الصوره على صدرك وابقى اديك مش عارف ايه، والتاني حط لي مش عارف ايه ابقى اديك منصب مش عارف. لا يا بيه، مش هنقبل بهدم النادي الاهلي وعدم استقراره، مش هنقبل. هنقبل باللي انتوا علمتوهولنا، باللي انتوا قلتوهولنا، باللي انتوا قلتوهولنا من سنه ولا اتنين، من اول يوم دخلنا فيه النادي الاهلي لغايه اخر يوم خرجنا كان بيتقال كده. فانا بقول كده من بدري ليه؟ عشان الكلام ده حصل بالفعل. اه حصل، الاعلام بيبتدي يتكلم كله، القايمه مش عارف مين، طب هيبقى مين نازل، طب ده معاه مين، طب ده معاه مين، ده الكل ليه كل الاحترام والتقدير مننا. ادي الصوره امام حضراتكم، عظماء النادي الاهلي، دول رؤساء النادي الاهلي، الكل حقق انجازات والكل حقق بطولات والكل ماشي على مبادئ النادي الاهلي والثوابت موجوده. ضحك عليكم سنتين، الحق الاختراق، الحق الثوابت، مش مفيش الكلام ده، مفيش. لو هي مش موجوده كان زمان الالعاب الجماعيه في المركز الاخير، ده في ناس بتنصب نفسها اللي هي الاول ما خدتش حاجه. ده اللي عامله النادي الاهلي السنه دي اعجاز بكل يا رب يا رب. الكابتن حسام والفريق ربنا يوفقه يا رب. ولو حققوا بطوله افريقيا، انتوا متخيلين اللي مفيش نادي في العالم يبقى عمل النادي الاهلي بيعمله؟ واكتر حاجه تزعجني، ما دام بنتكلم بصراحه مع الجماهير ومع اعضاء الجمعيه العموميه، لان انا قلت لكم اللي انا اتعلمته، واتمنى كلكم تبقوا سامعيني. انا قلت لكم اللي انا اتعلمته في الكواليس واليومين اللي فاتوا، مش ده اللي بيحصل، مش ده اللي بيحصل. اقحام الكوره ما عندناش في الاهلي الكلام ده، ومش هيحصل، ومش هنعرض دلوقتي حاجه، لكن ما تضطرناش اللي احنا نعرض. للاسف اكتر حاجه بتزعجني وهشرحها لكم وانتوا هتفهموا المغزى بتاع الكلام، هي رسائل واضحه. لما تتعب وتحقق بطوله وتجتهد وتحاول ترفع اسم النادي الاهلي، بمعنى التارجت بتاعك في بدايه السيزون بيبقى اللي انت عايز مثلا اخد بطوله الدوري، فاخدت بطوله الدوري وراح اجي اجيب الدرع انا ومجلس ادارتي انا ولاعبتي وكابتن الفرقه بيرفعه مع المدير الفني وارفعه، وتلاقي حد بينسب بطوله الدوري لحد اساسا مش في المشهد. ده ايه القهر والظلم ده؟ يعني تنسب حاجه لحد مش في المشهد؟ ايه القهر والظلم ده؟ انه عدل؟ انه عدل اللي انا امشي مع الكلام ده؟ انه عدل؟ لكن لما تكسب اللي كسب برافو عليك، زي ما شفنا دلوقتي الصوره بتاعت مجالس ادارات النادي الاهلي، في كل واحد عصره وتاريخه معروف هو عمل ايه وحقق ايه وكانت مين اللعيبه اللي موجوده. لكن تلاقي ناس تحقق وتتعب وتجتهد ويقول لك مش عارف اللي تعب واجتهد، لا ده هو عشان كان في من 5 7 8 10 12 سنه كان في كذا، فهم عشان لما عملوا دي فعشان كده. يا سلام يا سلام يا سلام، ده حتى يا اخي من ضمن الاسماء الحسنى العدل. العدل ده عدل، اللي ادي لحد حاجه مش حقه. كان في برضو بعض الناس بتقعد، كان ليها قصص هنا كده في القناه وبتاع، والناس بتاخدها مثل اعلى اللي هي الحق بص بيخاف على النادي بيجيب لكم معلومات من جوه القناه، الحق ده عنتر ابن شداد يا جماعه ده بيجيب معلومات رهيبه. والله العظيم بيحصل، والهدف كان واحد. عارفين هقولها لكم، انا بحب دايما في برنامجي اخاطب رجل الشارع البسيط اللي بيفهمني وبفهمه، اللي كلنا اساسا ثلاث ارباع لعيبه الكوره عشان نتكلم بصراحه اساسا من ناس بسيطه، ناس كانت بتلعب في الشارع وفي دورات رمضانيه وبعد كده بيكتشفك نجوم، كل واحد نجم هتلاقي دي بدايته صدقوني. ففي مثل بيتقال عند رجل الشارع البسيط، قبلني تجدني. في ناس كده هي ثقافتها كده في الحياه والله العظيم، فعشان هي بتعمل كده بتشوف الناس كلها كده، ما بتشوفش اللي في حد شريف، ما بتشوفش اللي في حد محترم ما بيقبلش بالكلام ده، ما بتشوفش اللي في حد ما يقبلش غير بالحق والعدل، ما بتشوفش اللي في حد عنده ضمير، يفكر الناس كلها زيه.
فقبدني تجدني ده ها آه الحق القناه مش عارف ايه تابعين مش عارف بيعملوا ايه بيخبوا جوه دولارات بيجي لهم ورق عشان يقولوا كل حاجه ما بيعرفوش يفكروا مش بتشوفوا ناس كده فهرجع اقول جملتين اعتقد اتعلمنا كتير في الاربع سنين اللي فاتوا اتعلمنا ناس كتير كلمونا عن الفساد وهم اول الفاسدين ناس كتير كلمونا عن الاخلاق وعمري ما شفتهم بيحترموا حد ناس كتير كلمونا عن الوطن حب الوطن والانتماء وهم عمرهم ما قالوا جملة عن الوطن أو على مؤسسات الدولة باحترام أو حسسونا اللي هم بيخافوا على الدولة مصلحتي الأهم جيبي الأهم كرشي الأهم فمن هنا هرجع أقول تاني واضحة وصريحة قيمنا والقيم داخل النادي الأهلي والمبادئ اللي احنا اتعلمناها داخل النادي الأهلي اتعلمنا ابعد عن الانتخابات ما تقربش ما حدش ليه دعوه باي حد ايا كان مين ايا كان مين ده اللي احنا اتعلمناه لكن نعزم ونعشي ونغدي وناكل ونشوف ونجس النبض ده غير مقبول بالمره لان عايزين نحافظ على استقرار الالعاب الجماعيه داخل النادي الاهلي. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اقولها عشان كمان معانا في الفقره الثانيه النهارده النجم الاهلاوي المحترم واحد من افضل اللعيبه اللي احترفت بره. طبق الاحتراف في حياته وطبق الاحتراف في كل حاجة شخصية محترمة جدا حتى ده ما سلمش من الاتهامات عشان كده هنتكلم معاه في كل حاجة النهاردة عن تفكيره واستعداداته المدير الفني المنتخب المحليين الكابتن هاني رمزي النجم الكبير المحترم واحد من أفضل اللعيبة اللي احترفت ورفعوا اسم مصر وكان خير سفير للعيبة في ألمانيا أو للبلد في ألمانيا الحاجة الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها في ناس كتير كانت بتكلمني على موضوع الجماهير اللي انت كل يوم بتتكلم على الجماهير واللي انت بتتكلم على مؤسسات الدولة بشكل محترم واللي انت واللي انت واللي انت لكن ما تبقاش كل يوم ما تبقاش كل دقيقة لا ما حد بيمنع علينا حاجة موضوع اللي فيه جماهير النادي الأهلي موضوع صعب وانا قلت انا مع القانون ومع احترام القانون ومع مؤسسات الدولة لكن رجائي هنا عشان احنا قلنا مرارا وتكرارا رئيس الجمهورية بيتحرك ازاي وبيدعم الشباب ازاي هتكلم كل يوم لو في حاجة غلط نطبق عليهم القانون ويبقى في حساب رادع لكن لو ما فيش حاجة غلط هتكلم بالحقيقة لما بيبقى في حد في سجن وهو ما دخلش السجن قبل كده لازم ترجعوا للأسرة نفكر مع بعض بتعاني ازاي مش متعودة تروح سجن تروح تزور ابنها بتقابل ناس او بتقابل حالات صعبة هم ما تعودوش على كده كمان بنتعب مش اللي موجود لو هو مظلوم لكن لو غلطان طبق عليه القانون انا مع القانون الدول بتكبر كده مفيش حاجة اسمها ده اقوى من الدولة الدولة المفروض مؤسساتها اقوى من اي حاجة لكن انا بتكلم تعالوا نفكر مع بعض فالاسره هنا لما تروح هتروح تتعايش في جو مش بتاعها ما عاشتهوش قبل كده فمبقاش بتعب شاب بس او اللي انا بيبقى فيه شاب بيطلع غير سوي لا كمان اسره بتتعب وبتتدمر لان الاجواء دي بتبقى غريبه شويتين وبيبقى اكيد اللي بيقعد يوم ولا اتنين تبقى أصعب حاجة في الدنيا أصعب حاجة اللي أنت تبقى محبوس مفيش أي حرية ولا أي حاجة فبيخرج مش مستوعب الدرس بيخرج منضبط وبيحترم نفسه ويمشي زي ما الكتاب بيقول لأنه شاف الوجع عامل إزاي فبقولها لكم من حتة بعيدة كمان ما فكرناش فيها مع بعض أتمنى يا رب أتمنى قلتها امبارح ومن أسبوع ومن 10 أيام وهقولها النهاردة وبكرة داخلين على شهر كريم شهر التسامح شهر رمضان يا رب كل سنة وحضراتكم طيبين شهر الخير علينا كلنا وكلنا نتمسك بأخلاقياتنا اللي احنا المفروض نتعامل بيها لأن دي سمات رسولنا الكريم
شهر التسامح، اتمنى قبل ما يدخل الشهر كده وكل واحد في بيته مع اسرته، واكيد الاسره هيبقى ليها دور مهم جدا بعد العذاب اللي هي بتشوفه. دلوقتي سريعا كمان نروح للفقره اللي حضراتكم بتحبوها 100 سنه اهلي، نروح نشوف معانا مين.